لكم حلقة جديدة وهنا العاصمة. النهاردة حلقتنا دايما زي كل يوم حد حلقة طويلة بنقعد لحد الساعة 12، والنهاردة هنبدأ سلسلة حلقات تحت عنوان تقدير موقف. تقدير موقف هي حلقات بنتناول فيها ملفات رئيسية بالتفصيل بمجموعة من الفقرات بكل يعني كل الجوانب والقضايا اللي يعني تتعلق بهذا الملف. هنقول من خلالها ما هي الحالة الراهنة لهذه القضية، ايه مشاكلها، اين نقف من هذا الملف، وكيف يمكن النظر اليه في المستقبل. النهاردة اخترنا ملف الاسكان لانه ملف من اهم الملفات اللي بتشغل بال المواطن أهم حاجة عنده أن يجد مسكن آمن يقدر أن هو يشتريه أو يأجره أو يعيش فيه ليه ولولاده. هنسمع صوت الشباب من سكان المدن الجديدة ومستفيدي مشروعات الدولة، هنسمع صوت الدولة عبر المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والدكتورة مي عبد الحميد مدير صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وكمان هنسمع صوتكم واقتراحاتكم. الحقيقة أن مصر بتشهد أكبر حركة تنمية عمرانية خاصة بالشباب ومحدود الدخل عبر بناء حوالي 500 ألف وحدة سكنية من 2014 بخلاف الإسكان المتوسط. الحلقة النهاردة عن الإسكان المتوسط، إسكان الدولة، الإسكان الاجتماعي، مش عن الإسكان الآخر أو مش عن القطاع الخاص. إحنا هنخصصها للإسكان الاجتماعي لأنه ده بيشغل بال ناس كتير جدا. هنتكلم عن المشاكل، هنسمع صوت الناس وهي بتقول مشاكلنا في هذه المدن إيه، وهنسمع أيضا صوت الدولة بتقول إزاي هتقدر تحل هذه المشاكل. في الجزء الثاني من أو الأخير من الحلقة هنلتقي مع الكاتب الأردني الدكتور خالد عبد الهادي وقراءة سريعة في كتابه صادر حديثا عن الأستاذ هيكل، علامات على طريق طويل لمحات إنسانية، بما أننا في ذكرى الأستاذ عيد ميلاده اللي احتفلنا جميعا بأمس.